مشاهدينا مساء الخير، اهلا بيكم معانا في لقاء جديد واسره جديده في بيت العيله. بنستضيف افرادها، بنتعرف بيهم، بنتعرف على دور كل واحد ايه في المجتمع. المجال مفتوح والحوار ممتد، والاسر المصريه اللي بتساهم في بناء امجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعوا. أسرة رياضية بكل ما في الكلمة من معاني، أسرة تكونت في الملعب وتخصص أفرادها جميعا في ممارسة الرياضة. الأب هو الكابتن إيهاب سيد سعيد، أحد أهم مدربي منتخب مصر لألعاب القوى والخماسي الحديث، والحائز على وسام الرياضة من الطبقة الأولى من سيادة رئيس الجمهورية بعد نجاحه وفريق منتخب مصر في الفوز ببطولة العالم العسكرية لألعاب القوى. أما الأم فهي مدرسة الأطفال السيدة بروين سمير، والتي قررت التضحية بمستقبلها الرياضي للتركيز على مستقبل أسرتها الصغيرة. للأسرة ثلاث من الفتيات، هن جاسمين ذات 15 عاما، وجنى ذات 13 عاما، وجودي ذات السنوات التسع. كلهن يمارسن مختلف ألعاب القوى ويحرزن بطولاته بشكل يبشر بمستقبل رياضي واعد. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية مع أسرة جديدة بنستضيفها، والأسرة اللي معانا النهاردة متخصصة في المجال الرياضي، سواء الأب أو الولاد. معانا أسرة كابتن إيهاب سيد، مدرب منتخب مصر للخماسي الحديث. أهلا بحضرتك كابتن. أهلا بحضرتك. الزوجة كمان مش بعيدة عن الرياضة، كانت بتمارس الرياضة ومحترفة كمان. معانا الزوجة بروين سمير، أنت حاليا مدرسة. تمام. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. معانا بقى البنات برضو مش بعيد، هما بيمارسوا كلهم الرياضة. كل واحدة اتعرف نفسها، ممكن نبدأ بالكبيرة طبعا. انا اسمي جاسمين ايهاب، عندي 15 سنة، في تالتة اعدادي، وبلعب قوة. تمام. الاصغر بقى، انت الاصغر على طول صح؟ انا اسمي جنى ايهاب، وفي اولى اعدادي، هتم 13 سنة، وبلعب قوة. اهلا بيكي. انا اسمي جودي ايهاب، عندي 8 سنين، هتم 9، وفي تانية ابتدائي بلعب قوة وخماسي. وخماسي تمام. ده بابا بقى اللي بيدربك. مش كده؟ كان لازم طبيعي، الأم والأب رياضيين طبعا، البنات لازم كانوا يلعبوا رياضة. خلينا نقول إن مش بس الأب والأم رياضيين، هم كمان اتقابلوا وبدأت القصة الجميلة والأسرة الحلوة اللي احنا شايفينها دي بلقاء في الملعب، مش كده؟ انتوا اللي تحكوا بقى، مين يحكي؟ اتفضل. يعني احنا كنا في، أنا كنت بلعب ألعاب قوة في نادي الشمس، وهي كانت بتلعب باسكت الاول في نادي الشمس، بعد كده هي جت تمارس معانا العاب قوه في نادي الشمس، فتقابلنا في. انت كنت لاعب عادي لسه، مش مدرب ولا حاجه؟ كنت لسه لاعب، ده كان لسه في التسعينات يعني، فكنا لسه. مش باين عليكم على فكره، مش باين عليكم ان انتوا يبقى عندكم بنات ما شاء الله، يعني بجد الرياضه بتخلي قد ايه الواحد شكله صغير يعني. ده حقيقي يعني. اتفضل. بس فتقابلنا في الملعب، قعدنا فتره بقى يعني شد وجذب كده لغايه ما في 2001. واضح ان في تفاصيل كتير. طب احنا عايزين نعرفها. يعني ليه شد وجذب؟ يعني كان الاعتراض من صغيرين شويه ولا؟ كنا لسه صغيرين شويه، وبعد كده احنا اتجوزنا صغيرين يعني. ايوه. فكان الموضوع يعني لسه شويه، ناس قلقانه شويه ان المفيش اهاليكم بقى اكيد. الناس دي اللي هي اهاليكم كانوا قالوا بالظبط، يا ترى ده ايه يعني، شغل اطفال ولا حقيقي، وازاي ولسه هيفتحوا بيت ويبقوا مسؤولين بالظبط. بالظبط كده. ف خدنا فتره كده ممكن من 96 لغايه 2001، واتجوزنا في 2001. ايوه. واضح ان الجواز جه على حساب ممارستك انت للرياضه، وده اللي يعني انا بلاقيه دايما وبيستضيفني دايما من خلال الاسر اللي انا بستضيفها. هي تبدا في الرياضه، وممكن الزوج كمان، بعدين هي اللي تضحي عشان الامومه والولاد والتربيه. ده حصل معاكي؟ اكيد، عشان اهتم بالاولاد كان صعب ان انا اكمل ممارستي للرياضه. كنت بتلعبي ايه؟ انا الاول بلعب باسكت، وصلت لغايه فيرست تيم، وبعد كده لعبت العاب قوه، رمح، كنت بلعب رمح.
وما قدرتيش تكملي اول ما حصل الجواز؟ طبعا مسؤوليه بقى. نقول ان الست هي اللي بتضحي دايما مغلوبه على امرها يعني ساعات لما بتسترجعي كده مش بتقولي طب انا حلمي ما كملتوش يعني كان ظروف صعبه كان صعب ان انا اسيب ما فيش حد مامتي كانت لسه متوفيه فكان لازم انا اهتم بيه كان بالزبط. يقف الوقفه مع الولاد في السن الصغير بالظبط. طيب نقول ان انت دلوقتي مدرسه ودي حاجه مش قليله دي حاجه برضو قيمه جدا على فكره والرياضه حتى لو كنت كملتي فيها ليها عمر افتراضي تمام عموما في بلدنا وللبنت فخصوصا العاب القوه كمان يعني وعايزه تدريب قاسي جدا انا هرجع لك في القصه دي خلينا نقول مدرسه وكي جي تمام اللي هو السن الصعب قوي السن اللي هو يعني حجر الاساس في كل حاجه في بناء الشخصيه في كل العادات اللي بتتبني بعد كده للشخص وصعب صعب قوي في توجيه وعايز انا بحبه صبر. بس اللي بيحبه مش بالنسبه له هيبقى صعب خالص حضرتك بيبقى في حاجه خام كده حاجه خام حضرتك بتشكليها بايديكي فدي حاجه جميله جدا اي حاجه بتقوليها بتتعمل على طول فهم بيحبوا المدرسه بيعملوا كل حاجه هي يعني عليها. انت بتلعبي الاول بتزرعي الحب بالظبط لازم يحبوني وبعد كده الماده بعد كده تيجي المرحله الثانيه يعني ايوه فبتبقى جميله جدا وسن يعني. مش يعني التعليم فيه مش اساسي مش كده؟ لا لازم التعليم برضه لازم يبقوا كبار شويه عشان المدركين اللي بياخدوه هم أيوة. 5 سنين دلوقتي مش اقل من كده فبتحرصي برضه ان هم يتعلموا يبقى في جزء تعليمي بالظبط بالظبط مع التوجيه والتربيه تمام تمام طب بتجيبي الصبر منين بقى يعني بعيد عن المدرسه وكي جي 3 بنات في البيت ما هو الصبر بقى هم اصغر من كده يعني ازاي كنت قادره يعني والله يعني من عند ربنا والله يعني الواحد معاهم بينسى كل حاجه بيندمج معاهم يوصل لسنهم فبيحس موضوعهم مش صعب خالص وهما مادام حبوني وانا حبيتهم فخلاص كنا بنلعب مع بعض لا مش والله هنا انا شايفه ان اهم حاجه مش ان هما حبوكي ان انت بتحبي الاطفال انا بحبهم جدا وده اللي بيوصل لهم كده انت ده اللي بيوصل لهم فعلا فبلاقي الموضوع سهل مش صعب خالص اي ما جاش على حساب بقى انا ارجع لكابتن ايهاب ما جاش على حساب اعصابها ساعات تلاقيها مضغوطه قوي هي احنا الموضوع عندها كان غريب شويه احنا هي اول ما اتجوزنا احنا اتجوزنا 2001 وجاسمين كبيره 2002 فهي ما اشتغلتش توقفت عن العمل يعني اول ما اتجوزنا هي لسه راجعه تشتغل من سنتين بس من سنتين بس من سنتين بس انت استنيتي لما كبروا بالظبط لا بس انا قبل ما اتجوز كنت اشتغلت شويه برضو في نفس المجال بس الموضوع بقى سهل ما فيش مشكله في خبره بس فهي يعني لسه راجعه له تاني يعني وهي كبيره يعني بعد ما الموضوع بالنسبه لها كانت شبه خلاص هي مش هتشتغل تاني يعني بس انا لقيت ان هي حرام ان هي يعني تفضل قاعده في البيت طول الوقت وما لا لازم يعني يبقى في وقت بتقضيه في الحاجه اللي هي بتحبها يعني ايوه فرجعت تشتغل وهم في السن دوت يعني فدي حاجه بتحسبها لها سنتين بس وحاجه حلوه ان انت ما اعترضتش لا احنا حاجه جميله وانت بتقول حرام ولقيت ان هي لازم تشتغل حاجه بتحبها ان هي من الاول احنا الموضوع عندنا ما كانش فيه اعتراض ان هي تكمل او ان هي تقعد هي اللي قعدت بمزاجها عشان خاطر نعرف نربي الاولاد ان احنا كان اهم حاجه عندنا البيت يعني الاولاد أيوة. فهي اللي خدت ما كانش عندها الفرصه ما حاولت مره واثنين كان الموضوع بيبقى صعب يعني حاولت مره واحنا عندنا جاسمين أيوة. بعد كده كانت حامل في جنى راحت مبطله حاولت المره الثانيه بعديها لقيت الموضوع صعب ان هي تبقى في الاولاد صغيرين وفي نفس الوقت تكون بتشتغل أيوة. فاختارت ان هي تركز مع الاولاد لغايه ما هم بقوا في سن يسمح لها ان هي تقدر وبتشتغل معاهم في نفس المدرسه بتاعتهم ما يعني. هو انا عارفه ان هم في نفس المدرسه يعني فكان كمان فرصه ان انت تبقي قريبه منهم متابعاهم مع بعض في نفس المكان يعني الثلاث بنات بيلعبوا رياضه دي حاجه جميله بس اكيد كان في توجيه منكم يعني اكيد كان في حرص من حد فيكم ان هم يبقوا رياضيين انا وقتي كله تقريبا بقضيه في الرياضه انا موجود في كذا منصب في الرياضه يعني انا مدرب منتخب مصر للخماسي الحديث من سنه 2006 لغايه دلوقتي ومدرب منتخب مصر للترياثلون اللي هو الجري والسباحه والدراجات انا مدرب الجري بتاعهم هنا وهنا يعني في الخماسي وفي الترياثلون انا مدرب العاب قوه ولسه من سنه بقيت مدير فني العاب قوه في نادي الشمس ايوه انا مدير فني في نادي طلائع الجيش في الخماسي ف
فعندي شغلي كله رياضه. لا احنا لسه هنتكلم على قصه الرياضه لان احنا معانا مش انسان رياضي او مدرب عادي، احنا معانا مدرب محترف، مدرب طلع بمصر وشرف اسم مصر، ومصر حصلت على ايده على بطوله العالم، مش كده حضرتك؟ بطوله العالم العسكريه كانت في المانيا في شهر 10 اللي فات، شهر 9 اللي فات، واتكرمنا من سياده الرئيس في الاتحاديه، وخدنا وسام الجمهوريه من الطبقه الاولى. ده الوسام اللي احنا شايفينه، ممكن المشاهدين يشوفوه معانا. ده وسام الجمهوريه من الطبقه الاولى. ايوه. ده احنا يعني حصلنا عليه، الناس اللي خدت مركز اول والميداليه الذهبيه في البطوله ديت حصلت على وسام الجمهوريه من الطبقه الاولى، وده اعلى وسام في الرياضه. أيوة. فدي كانت حاجه يعني مبروك. لا الف مبروك، ودايما مشرفين اسم مصر، واكيد ورا القصه دي يعني تعب جامد وتدريبات. ما فيش حد بيوصل لمركز او جايزه عالميه زي دي الا بعد مجهود كبير وتدريب. والله انا من سنه 95 من ساعه ما بطلت رياضه كلاعب يعني، وانا في مجال التدريب الحمد لله خرجت نشء كبير جدا في العاب القوى، وعملوا نتائج كبيره جدا، وموجود انا في نادي الشمس من سنه 95 لغايه دلوقتي الحمد لله، مدرب ودلوقتي مدير فني. قدرت اطلع نشء الحمد لله. انا كنت فرح بنت من بناتي امبارح في التمرين، امبارح كانت بتتجوز. فرح بنت من بناتي مش لايق عليكوا خالص، لان انتوا شكلكوا صغير فعلا جدا يعني. فرح بنت من بناتك اللي هي بدات معاك صغيره كمان. بدات صغيره في التمرين، وامبارح كان يعني كان زواجها امبارح. فالواحد بيفرح انه بيشوف ولاده لما بيكبروا بيبقوا بياخدوا مناصب كويسه وبيبقوا مؤثرين في المجتمع، بتبقى حاجه كويسه قوي ان الواحد يشوفهم كده يعني. ايوه. فانا في المجال دوت من 95 يعني، بقى لي 22 سنه في أيوة. في مجال التدريب يعني. ومصر ايه وضعها؟ يعني مصر احنا متابعين في بعض الرياضات زي السكواش، زي يعني العاب القوى، مش كلها برضو متابعينها، مش كلها بيلقى عليها الضوء يعني، الجري والدراجات لا مش بتاخد يمكن نفس الاهتمام. في اقبال عليها من الشباب محققين، او مصر مستواها ايه في والله احنا بنسمى من ضمن الالعاب الشهيده، ان اغلبيه الشهيده ان احنا الناس كلها، ما هي ام الالعاب يعني، العاب القوى دي ام الالعاب واهم رياضه اصلا المفروض الواحد بيمارسها، واي بني ادم بيمارس العاب قوى بيبقى عنده القدره انه يمارس اي حاجه تاني بعد كده هو. لكن هي التركيز الاعلامي دايما بيبقى على كره القدم. بداوا ياخدوا شويه هاندبول مؤخرا. الهاندبول والسكواش لكن العاب القوى مش كلها ومش كل انواعها. دي اعتقد بقى لازم الا لما بنوصل لجائزه بقى عالميه فبنضطر ساعتها نتكلم مؤقتا يعني. بس هو المفروض يكون في قنوات متخصصه تاخد الالعاب الشهيده ديت، تبتدي تظهرها وتبرزها. المفروض الناس دلوقتي تبتدي تحاول تقوم الرياضات ديت، ان هي فيها ابطال عالم، وانت مش تبقى بطله عالميه في لعبه فرديه، ده شيء صعب جدا. احنا بنروح نكسب بطوله افريقيا في كره القدم بيبقى حدث عالمي عندنا هنا، واحنا اصلا عندنا ابطال افريقيا دي كتير جدا، وابطال عرب دي كتيره جدا. عندنا ابطال العالم حصلتوا عليها كتير في العاب القوه، في الخماسي الحديث، في الخماسي الحديث وفي العاب القوه عندنا ابطال عالميين، وفتره فاتت كانوا يعني عملوا انجازات عالميه كبيره جدا. بيصابوا بالاحباط، بيأثر عليهم نفسيا ان مفيش اهتمام من المسؤولين أكيد. او من الدوله أكيد. او اعلاميا اكيد اكيد ان صعب قوي تبقى بطله عالم، بطل عالم ده في بلده بيعامل لكنه زي ملك يعني، بيتعامل معاملة يعني فظيعة يعني، الناس كلها في البلد عارفاه، وقنوات على طول بتستضيفه، وعلى طول السبونسرز بتصرف عليه، وعلى طول بتلاقيه كمان مستوى المادي مختلف تماما. فالولاد ما بيشوفوا أقرانهم واللي هم أفضل منهم بره بالمستوى ده، أكيد الموضوع دوت بيصيبهم بإحباط يعني. أيوه. طيب هناخد فاصل صغير ونرجع نواصل كلامنا معاكم. بيحب لعبة كرة القدم، وهو شهرها الجمهور، هو اللي شهر لعبة كرة القدم من حبه فيها، ومن ان هي متعة يعني. احنا انا نفسي بتمتع لما بتفرج على كرة القدم اكتر من اي لعبة تانية. اي رياضة بصفة عامة، وطبعا الرياضة رقم واحد في مصر هي كرة القدم، غالبا ما بتكون شهرتها بسبب الجمهور ومن الجمهور، وهي من غير الجمهور اصلا ملهاش لازمة. في العاب كتير، في تنس، وفي جمباز، وفي العاب كتير، بس كره القدم يعني هي ليها يعني زي ما بيقولوا ليها متعه خاصه.
يعني زي مثلا ممكن واحد يقول لك انا ما بحبش الاكل ده انا بحب الاكل ده، هي كره القدم كده. فكره القدم جماهيرها كتير لان فعلا لعبه ممتعه ولها متعه خاصه. لعبه كره القدم دي لعبه يعني لعبه ليها قاعده كبيره ولعبه جماهيريه لاسباب كتير. اول اسباب انها لعبه سهله جدا، يعني انت لو عايز مثلا نلعب سباحه محتاج تبني حمام سباحه ومحتاج تعمل محتاج استاد تاني محتاج شبكه وحاجات كده. انما لعبه كره القدم هي محتاج كوره وبنجري في قدام الارض فاضيه وبنلعب فيها. الاعلام كمان مسلط الضوء عليها جدا بدرجه كبيره جدا، يعني يكاد يكون في الاعلانات كان في ممثلين او نجوم مشاهير، اصبح دلوقتي لاعيبه الكوره بيعملوا اعلانات مش بس للكوره او الحاجات دي، بيعملوا اعلانات لكل المنتجات. فده كله طبعا يعني بيقرب اكتر اللاعب او اللاعبه للجمهور. كره القدم عندنا في مصر من اللعبه الشعبيه الاولى لاي حد بيحب يلعبها، وهي اللعبه الوحيده اللي ناجحه بسبب الاعلام وبسبب الرياضة، وهي يعتبر هي أحسن لعبة يعني موجودة عن أي لعبة تانية. بس في لعب تانية مش واخدة حقها في مصر زي كرة القدم، زي مثلا الهوكي، زي حاجات كتير ما بيتبعش ليها الدوري في الممتاز الدرجة الأولى زي كرة القدم يعني. اهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية. طب اتعرف المشاهدين فرصة انك معايا الخماسي الحديث، افهم من كده انها خمس لعبات بالظبط كده، وحضرتك بتدرب لعبة منهم؟ بدرب الجري. الجري ايه الخماسي؟ ايه الخمس لعبات؟ الخماسي هو جري والسباحة والرماية والسلاح وفروسية. ايوه، وهتلاقي حتى منهم العاب يعني علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. ايوه، يعني سيدنا عمر بن الخطاب كان اوصى بكده، وهتلاقي فيه ثلاث العاب من ضمن الالعاب في الخماسي موجودين. فهي رياضة مميزة جدا، رياضة شاقة جدا، شاقة جدا فعلا، وعايزة بنيان في الجسم، وعايزة وقت كمان. حضرتك انت النهاردة تخيلي في الدراسة الولاد بتنزل تعوم الفجر، بعد ما تعوم الفجر بتطلع على دراستها، ترجع من دراستها بتاخد الوجبة بتاعتها في العربية، وممكن يكون بيراجع في العربية وراجع شوية دروس، وبعد كده بيجي على التمرين تاني بعد الظهر، بيتمرن في اليوم حوالي 4-5 ساعات. متخيلة في أثناء يوميا الدراسة. يوميا بيتمرن قبل الدراسه، بيتمرن في الفجر السباحه، وبيتمرن بعد الدراسه بقيه المسابقات بتاعته. فهي رياضه شاقه جدا طبعا. ف ايه العائد على الاولاد علشان يعيشوا الحياه الشاقه دي اللي هي زمايلهم مش عايشينها، يعني عايشين حياه ابسط بكتير منها؟ والله احنا عندنا حب، بس حب رياضه بس. عندنا مثل في اللعبه او قدوه، يعني بدات اللعبه دي عندنا بنتين كانوا اقوياء جدا في اللعبه، كان عندنا امنيه فخري وايه مدني، وايه مدني بعد كده سطرت تاريخ الخماسي في مصر بشكل كبير جدا، جابت نتائج عالميه ما حدش حققها، خدت جوائز فوق، لعبت 3 اولمبيك جيمز وهي بنوته كده دوت في مصر، لعبت عندها 15 سنه لعبت اولمبيك جيمز. حاجه تشرف يعني، قدوة حاجه أيوة. وهي موجوده دلوقتي اصلا في لجنه اللعيبه، في هي رئيسه لجنه اللاعبين في الاتحاد الدولي. أيوة. فالناس اللي بيشوفوا القدوه ديت بيبقوا عايزين يبقوا زيهم، وشايفين ليها مستقبل، بيشايفين ان هي حققت اسم وبقت نجمه في مجالها. فأهم حاجه ان انتوا تحطوا قدامهم القدوه. بالظبط. حتى مع بناتك بتعمل كده؟ هم والله عندكم قدوه. طب اسمع رايهم بقى. ابدا بمين؟ جاسمين انت الكبيره، ابدا بيك. تمام. فعلا قدامك قدوه معينه في الرياضه نفسك تبقي زيها ولا لا؟ مش شرط يعني، مش عارفة. لا يعني يعني انا. طب ايه اللي دفعك؟ بابا بس ان هو يعني انسان رياضي انا حبيت العاب الكورة، انا حبيت الرياضة. يعني بتبقى حلوة انك بتحافظ على جسمك، ويعني الرياضة حلوة. والعاب القوة شايفاها مناسبة للبنات؟ البنات ممكن يلعبوا نوع تاني، لكن العاب القوة ليه؟ دافع عن نفسك بقى لا، هي مش ضرب وكده، لا هي يعني هي لا يعني جسمك لما بيكون قوي وانت انسانه رياضيه وقويه، طب بتدي ثقه بالنفس، يعني ان انت هتقدري تتعاملي مع اي موقف، غير بقى الشخصيه كمان، تاثر على الشخصيه. ايوه صح كده. ايوه. وبالنسبه لك بقى جنى، ايه الاخبار؟ الحمد لله. انت بتلعبي ايه يا جنى؟ لا بلعب كوره، يعني انا نفسي اكون بطله زي بولت وكده، يعني اكون بطله اولمبيه وكده. وانت بقى جودي؟ بلعب خماسي. تلعبي خماسي؟ والمذاكره بقى اخبارها ايه؟ كويسه. ولا الرياضه هي اللي بتاخد المرتبه الاولى في الاهتمام؟ لا احنا بنقسم وقتنا بين الرياضه والمذاكره الحمد لله. بتقابلوا بابا فين بقى؟ في الملعب؟
بجد حقيقي انا بقول كده يعني فعلا ده حقيقي بيتقابلوا في الملعب. طب هما غالبا بقى اتجهوا للرياضه عشان يقابلوك يشوفوك يعني البنت الصغيره لعبه الخماسي زي عشان انا على طول في بطولات وسفريات بره ومعسكرات بره فقالت لي عايز اسافر معاك فقلت لها عشان تسافري معايا لازم تبقي بطله احنا مش مسافرين نتفسح أيوة. رايحين نلعب بطوله كده يعني احنا مش بنلعب قالت لي خلاص انا هبقى بطله عشان اسافر معاك وفعلا هي مستوياتها اللي بتعملها دلوقتي ان شاء الله هتاهلها الفتره اللي جايه هي دلوقتي بتلعب سباحه وجري ان احنا في الخماسي بنبدا بالسباحه والجري ايوه وبعديها بيبقى الرمايه اللي هي رمايه الليزر دي طبنجه وهدف ما ينفعش يبدا بالرمايه على طول لا لازم لا لا التسلسل لا ده لا جري وسباحه اول مسابقتين في الخماسي هم الجري والسباحه بيلعبوا ثنائي بيلعبوا حاجه اسمها ثنائي جري وسباحه دي اول رياضتين في ما فيش رياضه واحده أيوة. اول رياضتين الجري والسباحه فهي عداءه قويه جدا بدات السباحه تتعلمها ان مش ينفع يعني مش ينفع تلعبي من غير سباحه فتعلمت السباحه متاخر سنه عن اقرانها يعني اللي بيلعبوا خماسي يعني او بيلعبوا ثنائي بس ايه السبب بقى ان هي عشان انا كنت ما كنتش ناوي العبها خماسي اني بيصعب عليا لعيب الخماسي والله ان هو مجهود وتدريبات شاقه جدا 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 وخصوصا ان الدراسه مش بتساعد يعني عندنا اولاد بتاجل امتحاناتها عندنا بطله مثلا مع ان المفروض هنا بقى التدريس والدراسه والتعليم يعني بالعكس ده هو يساعد الطالب ان هو يمارس الرياضه بان هو يعني يقدم له امتيازات عندنا بطله كبيره والله اسمها هايدي متعسره شويه في موضوع التعليم دوت بسبب ان هي من هي بطله كبيره من صغرها بتسافر معسكرات كتيره بره وبطولات كتيره بره فدوت مأثر على موضوع التعليم بتاعها بشكل كبير مع انها يعني امل مصر الفتره اللي جايه ان هي تحقق لنا حاجه برضو يعني هي بطله لكن على المستوى الدراسي متعسره ومش قادره متعسره ان بتبقى هي بتلعب بطوله العالم لليوس وبتلعب بطوله العالم للجينيور وبتلعب بطوله العالم للسينيور هي صغيره بس مستواها قوي جدا وبتسافر لكاسات عالم وبتسافر المعسكرات فدوت بتزامن طبيعي ان هو ياثر على الدراسه بطريقه سلبيه بس هنا لازم بقى ان يتعمل لها لجنه مخصوص لما بترجع يتعمل لها يقدموا لها تسهيلات بالظبط ده مش يعني. ده مش موجود ولازم يكون في تعاون الفتره اللي جايه ما بين وزاره التربيه والتعليم ووزاره الشباب والرياضه وكمان في اللعيبه المميزه احنا مش بنقول لاي حد ما يكون عندنا ساره سمير واحنا في ما خدنا الوسام الجمهوريه من سياده الرئيس كانت بتشتكي ان هي مش عارفه تاخد ثانويه عامه بطله مصر في رفع الاثقال دي واخده ميداليه اولمبيه في اليوس اولمبيك في اللي هم الشباب وخدت ميداليه اولمبيه في الاولمبيات الاخرانيه في ريو من ثلاث ميداليات عندنا ميداليه لساره سمير أيوة. بتشتكي ان هي مش عارفه بيبقى وقت بطوله العالم وقت الاولمبيات الامتحانات بتاعتها عمالة تاجل البنت مش عارفه تحصل على ثانويه عامه مش عارفه تاخد ثانويه عامه في موضوع صعب جدا فالناس المميزين انا شايف ان هم لازم يكون زي ما حضرتك بتقولي لهم لجان خاصه وليهم معامله خاصه من المدرسه لان انت بيجي لك واحده ساره سمير بيجي لك واحده هايدي بيجي لك واحده كل فين وفين واحنا بنطالب ان شبابنا يعني يتجهوا للرياضه وان ننمي لهم هواياتهم ومواهبهم طب هو المطالبه دي مش شفاهيه كده يعني مش بطريقه نظريه بتتم ده مؤخرا كان بيلغوا الحافز الرياضي مؤخرا بيلغوا الحافز الرياضي اللي هو اللي بياخد اول جمهوريه ده بياخد 4% بياخد 16 درجه في ثانويه عامه ايوه وكل الناس كانت بتفضل تمارس رياضه بشكل مكثف في اولياء عشان الامور 4% عشان 4% مشجع جدا مشجعها كان بيلغوها يعني كان مؤخرا مين اللي لغاها حضرتك والله كان طلع قانون ان هم يقول لك الحافز دوت لازم يتلغي بس عملوا يعني عليها زي مظاهره كبيره والناس راحت تشتكي انا مش فاهم الفكر بصراحه اللي ممكن يلغي حاجه زي كده ده بره السبب يعني ده بره بيدوا حافز اكتر بكتير للابطال انت على فكره بطله العالم تاخد 10% تفوق رياضه بطلة العالم في اي بلد لا عندنا بيدوا 10% فانت النهارده لو جايبه 80 85% ممكن تخشي كليات قمه بالتفوق بتاعك يلا سامعين الكلام بقى تشجعوا بقى طب انت يعني عديت المشكله دي معاها ازاي مع جودي ازاي مشكله التدريبات الشاقه مع الدراسه ولا يمكن عشان دراسه لسه ما دخلتش المرحله الجد قوي بدات اركز معاها ان هي عندها الاستعداد انا كنت في الاول حاولت اعلم البنوتين اللي قبليها سباحه ما حبوش المدرب شويه كده وانا عارفه لقيتها فرصه قلت يكملوا في العاب القوه وخلاص ما حبيتش اضغط على نفسي يعني واضغط عليهم فيها يعني رحت واخدها من قصرها من الاول دي بقى قالت لي انا مش سايباك قالت لي انا اسافر معاك ازاي قلت لها تبقي بطله قالت لي خلاص انا هبقى بطله قالت لي كده انا هسافر هبقى بطله بقى يعني مش هسيبك لا واخده الموضوع بجديه وهي امكانياتها انا لو شايف ان امكانياتها ما تساعدهاش
انا عندي واقعيه بشكل كبير جدا في الرياضه. انت شايف ان لازم يكون في امكانيات موهبه والاساس، لازم يكون في موهبه موجوده. فهي عندها موهبه كبيره، حتى انا جبت لها دلوقتي طبنجه وهدف، وبتتمرن رميه، عندها برضو موهبه الرميه ماشيه كويس، فهي عندها استعداد ان هي تبقى كويسه. ولسه 2008 لسه صغنطوطه خالص يعني. اي انت انت على كده بتقول لازم الاقي عندها الموهبه. ممكن يجي لك حد يبقى عايز يتدرب وبعد تدريب او اتنين بعد البدايات يعني تلاقي ان لا هو مش صاحي يقف عند حد معين فترفضه؟ هو ده دي عين المدرب. ان انت يكون عندك القدره على انك انت تكتشفي الموهبه. ايوه. ففي ناس بتمارس الرياضه دي شقين، انا من وجهه نظري شق رياضه للجميع، ان البني ادم بيمارس رياضه عشان يحافظ على جسمه ويحافظ على شكله ويبعد عن اي حاجه مش كويسه ويكون بيضيع وقته في حاجه مفيده ويحافظ على جسمه، دي حاجه مهمه، ده شق. ومن كل دول بيطلع من كل 10 من كل 15 من كل 100 واحد بيطلع لك واحد التالنت عنده عاليه، دوت هو اللي بيكمل في الرياضه الاحترافيه ان هو ممكن يبقى بطل. يعني في ناس بتمارس لمجرد ان هو ممكن يوصل يبقى بطل جمهوريه، وفي ناس بتمارس وهو بيبقى بطل عالم. دي بتبقى عين المدرب وقدرتك على استكشاف المواهب ديت من مين اللي ابذل معاه مجهود واركز معاه. هو كله بيبذل معاه مجهود، بس المجهود في اي اتجاه؟ مجهود في اتجاه ان انت ازاي تحافظي عليه اجتماعيا، وازاي ان انت ما تخلوش يسيب الرياضه عشان خاطر دي حاجه مفيده، وبتبعده عن اصحاب سوء بقى وعن الخروجات اللي ملهاش لازمه، ويكون مضيع وقته في حاجه مفيده. أيوة. ويكون انسان سوي. والجزء الثاني انك انت تطلعي بطل يرفع علم بلده في المحافل الدوليه. مين هيبقى بطل بقى؟ ده بيبقى عندك النظره دي بالظبط، مين هيبقى بطل فعلا ويجي من نظره مدرب. يعني نظره مدرب. أيوة. ان هو بيعرف يكتشف كده اللعيب اللي عنده سمات النفسيه وسمات البدنيه وهو عنده القدره انه يبقى بطل. فنقول ان الرياضه بتترك بصمه في الشخصيه، مهم قوي ان احنا نوجه ولادنا للرياضه، مش ضروري كلهم يبقوا ابطال عالم، لكن على الاقل تبقى الرياضه موجوده في حياتنا يعني. ونرجع نقول بقى الجزء الثاني المهم قوي، التدريس والمدرس، واهميه المدرس، وان انا الاقي قدامي المدرس الكفء المتدرب اللي عنده حاجه يقدمها للطلبه، لان مش اي مدرس ومش اي نوعيه مدرس عندي الاقيها مدربه التدريب الكافي. ف من المراحل المهمه قوي اني الاقي فيها مدرس كفء الكي جي. فاستعديتي ان انت تدرسي ازاي؟ قريتي يعني استعديتي انا اول ما اتخرجت درست، فده كان اول مره اتحط في الموقف ده، فاتعلمت فيه منه كتير، ومن ساعتها عجبني الموضوع، فقلت لما لو هشتغل تاني هرجع في نفس المجال وهدرس للاطفال بس. فانا عشان بحب الاطفال، فكان الموضوع مش صعب بالنسبه لي ان انا اعرف اتعامل معاهم نفسيا. قريتي في علم النفس؟ قريتي كتب؟ لان مهم فعلا، كنت جايبه كتب فعلا، بس كان عشان خاطر ولادي بس، افادني برضو في التدريس. ومستوى المدرسين حواليكي بتلاقي كله عنده الاهتمام ده، كله عنده الصبر والعطاء والحب بالنسبه للكيجي؟ اه طبعا طبعا، ما ينفعش حد ما يحبش الاطفال ما عندوش عطاء يقدر يدرس لكيجي، ما ينفعش. نقول المدرس، انت متفق معايا ان هو اهم حاجه في المنظومه التعليميه لو هنتكلم يعني، ونقول ان فيها طبعا اكتر من جانب مهم، لكن جزئيه المدرس دي من الحاجات الاساسيه المهمه قوي. عارفه حضرتك عندنا يعني تحس ان كل حاجه ماشيه بالشقلوب. هنا يشوفوا اي مدرس مثلا عشان يحطوه في كيجي، يشوفوا اي مدرس بالعكس، هما بيشوفوا مدرسين اللي ممكن يكونوا هم شايفينهم يعني مش كفء قوي او مبتدئين. فيخلوهم مدرسين في كيجي. المدربين يقول لك المدرب اللي لسه يتعلم في الصغيرين. حضرتك بره العكس تمام، بره لازم يكون اللي بيدرس لكيجي دوت اعلى المستويات في المعلمين، عشان هو خلاص هيزرع في الولد البذره او في البنت البذره اللي هتكمل بعد كده وتطلع في الاخر واحد صحيح. الولد عندنا في التدريب اهم عناصر تنميه اللياقه البدنيه، لازم الواحد يكون دارسها بشكل كويس جدا عشان يعرف يديها للاطفال، ان في عناصر لو خدتيها بتقتل الرياضي وهو في سن صغير. عندنا العكس، تلاقي المدرب المبتدئ اللي هو لسه ما عندوش خبره كافيه في الموضوع دوت، تلاقيه هو اللي بيمسك الاطفال. فهم لازم يبتدوا الحته ديت يبصوا لها بمنظور تاني، اللي بيدرب الاطفال دوت او بيدرس الاطفال هو افضل واحد، واللي عنده خبره عاليه جدا، اللي يقدر يفيد الطفل، مش ان يخلوا دايما
المدرس يتعلم في الطفل او او المدرب الصغير عنده صفات شخصيه كمان معينه، يعني يكون امين يؤتمن على اطفال في السن ده، ما يقدروش يشتكوا، ما يقدروش، لازم الصبر، لازم حب المهنه، يحب يعني ان يعني يكون حابب المهنه دي، غير بقى الامكانيات التانيه بقى من التمكن من الماده، سواء ايا كان الماده اللي هي بيدرسها يعني. نرجع للرياضه تاني ونقول حكايه الوسام، وسام الجمهوريه من اعلى الطبقات اللي حصلت عليها، الاولى او الطبقه الاولى. احنا كنا في عندنا بطوله العالم العسكريه، كانت في المانيا في مدينه اسمها فارندورف. كنا رايحين باربع لعيبه ولاد وثلاثه بنات، كنا رايحين بياسر حفني وشريف ياسر واسلام حامد وعمر هاني، ده في فرقه الولاد. وكنا رايحين في البنات بهايدي وسندس وريم ياقوت. قدرنا فرقه البنات ناخد رابع فرق. في الولاد بقى حققنا انجاز قوي جدا جدا جدا، خدنا المركز الاول والتاني فردي، وخدنا الاول فرق، يعني تقريبا قفلنا البطوله. وفي حاجه اسمها ريلي ميكس، بيبقى ولد وبنت تتابع مختلط، حصلنا فيه على الميداليه البرونزيه. بس في اول ما رجعنا فوجئنا، وانتوا بتنافسوا كمان بلاد 28 يعني دوله موجوده، في الجري ده في بلاد متفوقه فيه تماما يعني. بالظبط. بس هو في الخماسي بيبقوا اللي بيلعب الخماسي بيبقى لازم عنده توازن في الخمس العاب، فما بيجيبوش العدائين الاقوياء قوي ولا السباح القوي قوي، ولا لازم يكون عنده القدره، ولا سباح وما بيعرفش يركب فروسيه، او لو عداء وما بيعرفش يضرب رميه ولا يلعب سلاح، يعني بيجيبوا اللي مستواه متوسط او جيد في الخمس العاب، مش المتفوق قوي في رياضه معينه، في رياضه واحده بس وخلاص يعني. هو بيجيب واحد لازم في الاول يكون بيعرف يعوم، ايوه، عشان اكيد مش هتعلميه يسبح على كبر يعني، وبعد كده بقى بتكوني عليه بقيه المسابقات. ممكن يكون عنده القدره وموهبه في مسابقتين ثلاثة، ومسابقة تانية يكون متوسطة بيقدر يكمل ويبقى شكله كويس. لكن لو حد عنده ايفنت او اتنين تحت المتوسط، الموضوع بيبقى صعب جدا في المنافسة يعني. اي فلازم يكون في التوازن في الخمس العاب. ايه فكرة ان لازم الخمس العاب؟ والله هي الفكرة تواجدت من فترة، ان هم حطوا اللعبة بالشكل دوت. هي طبعا كان كل لعبة على حدة، زمان كانت بتتلعب يوم رمايه، يوم سباحه، يوم سلاح، يوم فروسيه، يوم جري، او ما بدات. دلوقتي بيلعبوا الخمس العاب كلهم. يعني الخمس العاب دول فكرتهم ان انا هيبقى عندي فكره ومستوايا متوسط في كل لعبه، لكن مش هكون متفوق في لعبه واحده منهم جامد. هو لو كان متفوق في لعبه واحده كان لعبها. يعني لو كان سباح بطل جامد قوي كده هو كان هيكمل في السباحه، هيركز عليها. لو كان عداء وقوي جدا في الجري، ان هو يكسب بطولات في الجري، بس هيكان يكمل في الجري. فهي خدت المتوسطات، هي لعبه المتوسطات، زي لعيب العشاري اللعبه المركبه في العاب القوى بيلعب 10 العاب عشان يحصل على ميداليه واحده في الاخر. أيوة. هو بيلعب الحواجز وبيلعب السبرنت وبيلعب المسابقات الرمي ومسابقات الوزن، بيلعب كل بيلعب 10 مسابقات عشان يحصل على ميداليه واحده. هو لو عنده القدره انه يجيب الميداليه دي في ايفنت واحد من العشرة دول كان لعبه لوحده، لكن هو بيلعب مسابقه مركبه في الاخر. ايوه. فهي دي سمات يعني الالعاب المركبه، ان انت بتبقي عندك القدره متوسطة او فوق المتوسطة في الخمس العاب مع بعض. وكل يوم بقى انت بتقسمي نفسك بقى، تروحي تلعبي النهاردة هتدرب سباحة، بكرة هتدرب لعبة تانية. دي بس اللي كل يوم بتقسمي كده ايامك؟ بتتمرن كل يوم سباحة. كل يوم نوع معين منهم ولا؟ دلوقتي بتلعب سباحة وجري ورمية بس، دلوقتي دي دلوقتي بتلعب تلاتة، لسه ما دخلتش في السلاح وفي الفروسية. رمية وسلاح وهتنشيني بقى جامد، ومفيش بقى خوف خلاص يعني. مسدس بقى بيبقى، ومسدسات ليزر طبعا، ده ليزر كده اهوت، هي بتطلع ضوء وقدامك هدف كده اهوت الكتروني، لما بتيجي في الدايره السوداء بيدي لمبه خضراء، وبالتالي لو معاها سلاح حقيقي برضه هتجيد التنشيط. بعدين بقى الكلام ده بنجهزها بقى في الكلام دوت. قولي لي انت بقى عامله ايه في ظل السفر والمعسكرات اللي بيكتريات كتير، يعني بنته اضطرت انها تجيد الخماسي عشان تشوف بابا وتسافر معاه، انت بقى بتعملي ايه؟ لا انا بيبقى الحمل طبعا زايد جدا، ان انا بقى بحاول ابقى اب وام في الوقت ده، بس الحمد لله احنا اتعودنا على الموضوع ده من وهما صغيرين، فاقلمنا نروح المدرسه مع بعض. نعم. وهم اصغر كان الحمل يمكن اكبر. ولا كبروا يعني؟ لا ما كانش هو عنده سفر وهما صغيرين قوي. هو ابتدى السفر من اول ما جودي جت، فهو قبل كده ما كانش فيه مشكله خالص، كان على طول متواجد معانا. لكن متقبله انك تقومي احيانا بالدور لا خدنا على كده خلاص، نروح المدرسه، نروح التمارين بتاعتهم، في دروس، فالعمليه بقت روتينيه، خدنا عليها، ما بقاش فيها مشكله خالص. عامل ليكوا حوار مشترك ان انتوا عندكوا فكره عن
العاب القوى انتوا الاثنين وكنتوا بتلعبوها، فمخلي ان انت فاهمه برضو شغله. وعلى طول بنتابع كل البطولات في بنتجمع كلنا في البيت، اي بطوله شغاله بنقعد نتفرج لازم عليها. يعني انتوا نظام التلفزيون عندكم على طول على الرياضه. بالظبط بالظبط. وكلكم يعني مش على الكوره، محدش معترض. لا وتنس وكل حاجه، كل الرياضيات، كل حاجه على طول رياضه كله. مفيش مسلسلات خالص، مفيش وقت. تركي، مفيش هندي، حاجات دي مشكله عشان على طول بننزل عندنا تمارين، فمبقاش في وقت خالص، مفيش وقت لكده. نقول شخصيه الرياضي او الرياضه بتخلي الانسان كده عنده صفات معينه، اعتماد على النفس، في اعتماد على النفس، في ثقه. تمام. دي متوفره فعلا؟ يعني ممارسته للرياضه مأثره على شخصيته كزوج معاكي في البيت؟ اكيد اكيد. ولا بالعكس في ضغط عشان القلب؟ لا 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 خالص، بالعكس. وبالنسبه لك برضه نفس الشيء؟ والله هو الموضوع يعني انا ما بقعدش في البيت يعني تقريبا خالص، طول الوقت ببقى بره. ووقت الدراسه ده تقريبا يعني تقريبا بشوفهم وقت الغدا كده مثلا، او ما بيرجعوا بتغدى وبعد كده بنزل بشوف شغلي، بعد كده باجي اخدهم في الوقت اللي انا بمرن المنتخب مثلا من الساعه 4 للساعه 6، وبعد كده تمرين النادي بيبقى من 7 ل 9 ونص 10 بالليل، دول بيجي يتمرنوا معايا فيه يعني، فبعدي اخدهم بالعربيه يجوا معايا النادي فبيتواجدوا معايا في التمرين، ما كده بيرجعوا ويوضبوا شنطتهم عشان خاطر المدرسه تاني يوم، فبنتقابل يعني في الرياضه. قلت ضريبه النجاح بقى، وضريبه النجاح ان انت مش قادر تتواجد في البيت او مع الاسره كتير الا في الاجازات. الا في الاجازات بس، انا بحاول بقدر كبير جدا انا اعوضه مع الكلام ده. اي وقت فاضي بخرج معاهم يعني، اي وقت ببقى فاضي في يوم الجمعه ده مقدس، على طول بنخرج بنتغدى في حته بره مع بعض. انا اصلا لما بكون مسافر ببقى تقريبا معاهم وانا مسافر، ما بقدرش طول الوقت على طول عمال اكلمهم. انا ما بحبش عامه الغربه، وما بحبش ان انا يعني حاجه فيها بطوله بتبقى 3 4 ايام على قد الشغل وبترجع للعيله على طول على طول. لكن لو المعسكر بقى اللي بيبقى قبل البطوله ده، لو بطوله مهمه، هو ده اللي بيبقى قاتل بالنسبه لي، ان انا ما بعرفش مثلا اعمل كوبايه شاي لنفسي. فحته ان انا بقى موجود بعيد عن الجو الاسري بقى في البيت، ان الناس كلها حواليا وكده، هو ده عشان كوبايه الشاي ولا عشان هما بيوحشوك؟ لا يعني انا يعني انا ما بعرفش اعتمد على نفسي في الحاجات اللي هي بتاعت حتى البيت، الحاجات العاديه دي، فدي هما صراحه يعني. نقول انت علاقاتك اللي حسوا من كلامك مش بس على قد مدرب واللعيبه بتوعه، لكن في علاقه انسانيه طبعا يعني ممتده، لانها انت كنت بتحضر فرح واحده منهم، فالعلاقه ممتده انها تبقى علاقه انسانيه. دي حتى والده العروسه امبارح وهي بتعرفني على زوجها، يعني على زوج عروسه، تقول له دوت ليه فيها اكتر مننا يعني، دوت انا كنت بروح اجيبها من البيت وتروح معايا التمرين، يعني كنت ممكن لو اهلها مش فاضيين انا اروح. يعني كانت بطله مصر وعرب وافريقيا، كانت بنت قويه جدا في اللعبه. انت حريص يعني، حاسس ان الجزء الانساني ده بيضيف لا ده ما فيش حد يعني راح يتدربه من السن، الجيل القديم دوت لو وصل لمرحله ان هو دلوقتي بيتزوجوا. انا عندي كذا واحده تزوجت وخلفت الفتره اللي فاتت دي، لسه العلاقه طيبه جدا ما بيننا وما بيني وما بين اسرتها، ان هم كلهم كانوا بيعتبروني باباها التاني، يعني حد يقعد يتكلم يقول لك ده بابانا التاني، ده زي بابانا التاني، ده انا ما قضيتش وقت مع اهلي قد ما قضيته مع المدرب بتاعي. فدي حاجة يعني من الحاجات اللي مميزة علاقتي بولادي يعني في التدريب. يعني نقول الخماسي ده موجود تحت مظلة إدارة واحدة، يعني منتخب واحد، اتحاد. اتحاد الخماسي عندنا برئاسة مهندس شريف العريان، في بقى تعاون من الاتحاد، في إمكانيات مادية متوفرة، موفر لنا تمرين دائم وموفر لنا أماكن نتمرن فيها، ومن أكتر المنتخبات دلوقتي اللي هي تعتبر يعني في ظل الظروف الاقتصاديه السيئه اللي البلد بتمر بيها، واغلبيه الناس مش ما عندهاش قدره، الوزاره ما بتديهاش فلوس، هم قادرين يجيبوا سبونسرز وقادرين يصرفوا على اللعبه بشكل كويس، معتمدين على السبونسرز معتمدين على نفسهم بشكل كويس جدا، بيعملوا بطولات بيحققوا منها دخل كويس. والله كويس ان لسه في سبونسرز عندهم استعداد اصلا يقدموا ويساعدوا في ظل الظروف اللي الاداره الناجحه دي. الاداره الناجحه بتقدر تعمل الكلام دوت، وبتقدر تدور على حاجه تقدر تنشط بيها مواردها، عشان احنا عندنا ابطال كتير، يا ريت بطله ولا اتنين ولا عندنا ابطال كتير جدا. ايوه عندنا ابطال، بس دايما بتلاقي السبونسرز موجهين لالعاب تانيه. بالظبط. احنا عارفينها كلنا، لكن العاب القوى والجري والسباحه والرمايه مش سهل ان انت تلاقي، لكن زي ما بتقول الاداره في اي حاجه في الدنيا. هم نجحوا الفتره الاخرانيه دي ان هم يوجدوا كام
كم راعي كده هوت يقدر ان هو يعني يدعمهم على الاقل حتى في الايفنتات اللي عندنا. كاس عالم لسه كان بيتلعب الشهر اللي فات، فاثناء كاس العالم ده كان في سبونسرز موجودين عم أيوة. بيعملوا دخل معقول شويه ان انت تقدري تكملي حتى بطولاتك اللي انت الوزاره مش هتقدر تطلعها لك الفتره اللي طب جايه. امال ايه المشاكل، اكتر مشاكل بتواجهكم عشان نلاقي ابطال فعلا عالميين بيمثلوا اسم مصر؟ دعم حقيقي يكون لل معنوي ولا مادي، دعم مادي؟ مادي، والدعم المعنوي يجي بقى من الاعلام، الاعلام ان هو مؤتمر يبتدي الاعلام. يركز شويه على الالعاب اللي فعلا اللي احنا ناجحين جدا في الاسكواش. احنا عندنا 6 7 لعيبه في التوب 10 في الولاد، عندنا 6 7 لعيبه في البنات في التوب 10، رقم واحد مصري، رقم واحد مصريه، يعني الحاجات دي كلها لازم الناس دي تاخد حقها، ولازم الناس دي يكون بيتسلط عليهم الضوء بشكل اكبر من كده. عندنا العاب زي الخماسي الحديث، بناخد رابع اولمبيات، احنا رابع اولمبياد. ايه اولمبيات البلاد اللي شرسه جدا في المنافسه، مش يعني عايزه منا لسه وقت ومجهود روسيا، واستعداد؟ روسيا اقويه جدا، روسيا بنلاقيها في كل حاجه، روسيا في كل اقويه جدا، رياضه. فرنسا في الولاد اقويه جدا، ليتوانيا في البنات، وفي اوكرانيا برضو في الولاد، يعني في دول في دول بتحاولوا من خلال الممارسات والاحتكاك تعرفوا هم ليه متفوقين عننا، يعني والله دول بيطلبوا يعملوا اسلوب معانا التدريب معسكرات ولا من كتر ما احنا اقوياء دلوقتي. احنا قبل بطولة العالم في روسيا، روسيا دي عندها سنتر اولمبي كده حاجة خرافية، يعني محدش بيخشوا غير اللعيبة الاولمبيين فقط بس في روسيا. لأول مرة منتخب مش من روسيا يخش القارة الاولمبية بتاعتهم دي، لأن هم طلبوا ان هم يعسكروا معانا من قوة لعيبتنا. وفعلا احنا في البطولة دي خدنا أول عالم، دي كانت أول يعني خدنا بطولة العالم للكبار في الولاد، دي ما حصلتش فرق، دي ما حصلتش يعني اول مره تحصل في مصر. كانوا طالبين هم يعني يعملوا معسكر ودخلونا مكان بيبقوا معسكرين فيه مستحيل عشان يستفيدوا من الاحتكاك مع لعيبتنا. ايوه فتخيل الدول التانية بتفكر فينا ازاي يعني. فلو البلد بتفكر بقى في لعيبتها بالمنظر دوت وتوديهم تحتك والكلام ده كله، الموضوع هيبقى من خلال بقى المعسكرات بالظبط دي، ده ممكن يفرق معانا، بالظبط الاحتكاك يفرق معانا بالظبط للاحسن. بالظبط، ان احنا من الوقت للتاني فعلا المهندس شريف يعني بيحاول يوفر ده، بس بتبقى ميزانيه طائله على ايوه على البلد، يعني بيبقى صعب جدا، او ميزانيه طائله على الاتحاد ان هو يقدر يكفيها. يعني احنا عايزين نبدا لو هنتكلم عن ابطال بقى نبدا بالبنات الحلوين دول نلاقيهم ابطال. انت متوسم في حد منهم ان هو، بما ان انت ليك نظره المدرب، ان هو فعلا يحترف في الرياضه عندي الكبيره جاسمين، هي مستواها يأهلها ان هي تبقى بطل على مستوى الجمهوريه، وهي صغيره كانت ممكن تكون افضل من كده، بس هي ما ركزتش بشكل قوي قوي ان هي تبقى كده اهو، وانا ما مش بضغطش حابه؟ لا بتحبه، بس هي يعني متقلبه المزاج شويه، فانا ما حبيتش اضغط عليها، حبيت ان هي تخليها تفضل. انا الرياضي هو اللي بيبقى من هو جواه عايز، عايز هو من جواه من عايز جواه مهم عايز قوي. فانت هي بس عايزه تبقى جسمها متظبط، عايزه ما تتخنش، عايزه تبقى شكلها هو ده رياضي. هدف الرياضه بالنسبه لها. يعني ايه وابقى بطله ما فيش مشكله، دي لكن جايه كده يعني. لكن واحده زي دي مثلا شرسه جدا، عايزه تبقى بطله من دي دلوقتي، شكلها واخده جودي شكلها هتبقى واخده الموضوع بشراسه، وانا متوسم فيها خير ان هي جنى حابه الموضوع قوي، ملتزمه جدا، بتحقق برضو مستويات على بطولة منطقة القاهرة، وما لسه سنها ما جابش بطولات جمهورية، بتلعب قاهرة بس لغاية أيوة. 14 سنة، فعندها القدرة بالتزامها ان هي توصل لمستويات كويسة، ان هي بتسمع كلام قوي، بتنفذ المطلوب منها قوي. صحيا هي كانت اضعفهم شوية، هي ضعيفة لسه شوية، فهي دي بس فارق معاها لازم بنيان جسدي معين وقوي يعني. التغذية هنا مهمة، بالظبط التدريبات معينة أكيد، وفي بقى نقول الطبيعة برضو بتغلب، بالظبط مش كده يعني، إيه لو مهما عندك الموهبة عملت ولا عندكش جهد الموهبة، الطبيعة بتغلب برضو. عندك الموهبة ولا عندكش موهبة، دي رقم واحد، رقم واحد. يعني حضرتك النهاردة اللي بيحدد اللعيب ده قدام هيبقى كويس ولا لأ هو موهبته بس من لما البداية. بنتكلم هنا على الضعف، احنا بنلاقي بعض اللعيبة بتوع كينيا مثلا جسمهم الطبيعة هنا لعبة دور، هم حتى حضرتك في الكوره احنا بنلاقي اجساد وعضلات، فالطبيعه برضو ليها النمط دور، ممكن جنى طبيعتها ضعيفه النمط العضلي بتلعيبه كينيا واثيوبيا دول بيبقوا موجودين في مرتفعات فوق سطح البحر، عايشين فيها، في نقص اكسجين عندهم، اي كل ما ترتفع عن سطح البحر بيحصل نقص في الاكسجين، فهو بيتمرن على عدم وجود اكسجين، في عدم وجود اكسجين، فبالتالي ما بينزل يلعب على مستويات سطح البحر والكلام ده كله، مستوى الليفل سي ليفل يعني،
بيأدي بمستويات عاليه جدا، عشان كده تلاقيهم في المسافات المتوسطه والطويله هم اللي غالبين. أيوة. بعكس السرعه تلاقيها موجوده في امريكا وفي جامايكا، مسابقات السبرنت تلاقي بولت وتلاقي جاتلين وتلاقي الناس اللي هم السرعه دول موجودين في امريكا وفي فكل بلد ليها طبيعتها. أيوة. احنا طبيعتنا هنا طبيعه الاقوياء مميزين في الرمي، في العاب القوى في الرمي. اه عندنا ايهاب عبد الرحمن ده كان بطل العالم بتاعنا في الرمح، ده لعيب قوي جدا. عندنا لعيب اسمه مصطفى عايش في امريكا دلوقتي دوت لسه عامل. يبقى نقول فعلا الطبيعه بتفرق. بتفرق طبعا طبعا في نوعيه الرياضه، في ان احنا ممكن نبقى متفوقين في ايه اكتر يعني. بالزبط. والنت وفيسبوك ومواقع التواصل، فيسبوك والانترنت بقى مش بياخد وقت منكم زي اي حد في سنكم؟ ده بتوجيهات من بابا وماما ولا انتوا مش حابين؟ طفل لما بيلاقي ان الموضوع زاد عن حده، ولو فعلا ضيعنا في وقت كتير قوي، لا وقتها بيوقف كل الحاجات دي لحد فعلا لما نرجع نذاكر كويس وكده، وبعد كده يقوم رجعه تاني. اه يعني في هنا توجيه منك. مع ان بابي هو مش موجود في البيت اصلا، هو معترف بس انا متابعهم. متابعهم يعني انت شايف كل حاجه، في كاميرا جوه البيت ولا ايه؟ انا عندي قدره الحمد لله ان انا اركز كويس قوي مع اللي بتعامل معاه. ايوه. فالحته دي ما بسيبهاش يعني مع لعيبتي ومع اولادي في البيت. هشوفها اونلاين، هاجي اتاكد مثلا هي عامله البتاع ان هي مثلا انسين، فعارف ان هي بقى ولا عامله انسين يبقى مش عارف، هي اكيد بتبقى فابتدي لا لا ده في رقابه من على بعد، فالواحد بيحاول يواكب التكنولوجي عشان خاطر يكون يكون معاهم في القصه، عشان في الاخر هو الواحد بيعمل ايه في دنيته كلها ان هو عايز يطلعهم احسن حاجه. ليه يعني. ليه انت حساس من الحكايه دي؟ لقيت انها حتى مع اللعيبه عندك اللي بيتمرنوا فرقت معاهم، اثرت فيهم؟ يعني حضرتك النهارده مثلا انا لما اجي لعيب هيقوم الساعه 5 الفجر يكون في حمام السباحه بيتمرن، لو لقيته اونلاين الساعه 11 12 فهو مش هياخد عدد ساعات النوم الكافيه اللي يقدر يقوم يؤدي التمرين بشكل كويس. اه يعني انت مش بتراقب ولادك بس، بناتك بس. انت كمان اللعيبه اللي انت مركز معاهم بتشوفهم مين فيهم اونلاين لغايه وقت متاخر وبتقبض عليه. تبقى مشكله. تبقى مشكله معاه في التمرين، انه في الاخر احنا مش جايين منتخبات، احنا مش جايين نتمرن بنهزر، احنا في الاخر طالعين نمثل اسم مصر وعايزين نرفع اسم مصر فوق، فلازم يكون هو عنده القدره، لو ما نامش وارتاح هيأدي ازاي في التمرين؟ هيبقى الموضوع بالظبط كده، هيبقى الموضوع صعب. وهم الولاد اغلبيتهم ملتزم غصب عنه مش بمزاجه، واحد بيتمرن 5-6 ساعات في اليوم، لو الساعة 9 دي بتيجي عليه 9:30 غصب عنه بيروح مسقط. ايوه. اي بقى لعيب تاني بقى عنده القدرة ان يكون مهايبر شوية وقاعد، ده لا بنروحه حابسينه. أيوه. يعني انا سعيدة بلقائكم، سعيدة بالولاد، ودايما لما بستضيف اسرة مصرية الاقيها متفوقة في مجال ومهتمة بولادها، مديهم المجهود والوقت واهتمام بالمواهب، بحس فعلا من خلال الاسره اللي انا بستضيفها ان مصر لسه بخير وفي امل في المستقبل. بشكرك كابتن ايهاب سيد مدرب منتخب مصر الخماسي الحديث، بشكر حضرتك. بشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا، والى اللقاء في نفس ميعادنا الاسبوع القادم وحلقه جديده من بيت العيله.